متابعينا موقع في الجول، التغطية الحية لديربي مدريد. احنا موجودين في ملعب واندا متروبوليتانا دلوقتي، والجماهير بدأ يجن جنوننا زي ما احنا شايفين. الجماهير هناك عمالة تلوح بالكوفيات، كله عايز يكسب ريال مدريد عشان خاطر يحاول يعني ينغص عليهم فرحتهم بالتتويج بلقب الدوري. لا اظن ان هيتم التنغيص عليهم يعني او التنكيل عليهم، لكن برضه مهم جدا ان انت تفوز بالديربي زي ما احنا شايفين. الملعب تحفه، ملعب واندا منظر جميل جدا، الاجواء حلوه، كل حاجه حوالينا متاجر الاكل والشرب، كل حاجه ممكن تقدر تلاقي افرادك كلها من ملعب الاتلتيكو او ما حوله، كوفيات، تيشيرتات، اجواء تساعد على الفرجه على كره القدم والاستمتاع بيها. الموضوع مش مجرد انت جاي تدخل مباراه كره القدم، لا انت جاي